السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. لم تكتفي ميليشيا الحوثي والمخلوع بإعدام الطفل أنس طه هزاع وهو يلعب أمام منزله في قرية الجيرات بتعز، بل قامت بإعدام أمه وهو في حضنها، ثم أطلقت النار على عم الطفل واختطفت 4 من أهالي المنطقة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث سنناقش جرائم الإعدام الميداني لميليشيا الإنقلاب في محورين: الأول حجم جرائم القتل خارج القانون في تعز واليمن التي ترتكبها ميليشيا الإنقلاب، والثاني أثر تلك الجرائم على المدنيين وكيفية مواجهتها. إذن نددت منظمة سام للحقوق والحريات بجريمة إعدام الميليشيا لمواطنة وطفلها في تعز، ووثقت المنظمة ارتكاب ميليشيا الإنقلاب 47 جريمة إعدام ميداني خارج القانون، وأصنفت المنظمة هذه الجريمة ضمن الجرائم ضد الإنسانية، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإدراجها ضمن جرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة الدولية لمرتكبيها. نذهب مشاهدينا لمشاهدة هذا التقرير، ومن ثم نعود لبدء النقاش. المكان قرية الجيرات، مديرية المصراخ، جنوب محافظة تعز. الزمان 8 ليل الجمعة 6 أكتوبر. تصل عناصر ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع إلى مسرح عمليات واحدة من أبشع جرائمهم بالمحافظة، حيث أعدمت الميليشيا الأم اتحاد قاسم وابنها أنس طه، بينما أصيب عمه محمد بطلق ناري في ساقه، بالإضافة إلى اختطاف 4 آخرين من الأسرة. أما كيف جرت ملابسات الجريمة فتلك أسئلة يمكن أن تسأل في زمن تواجد الدولة والأجهزة الأمنية. اليوم لا يتواجد في أطراف المحافظة سوى جماعة الحوثي حيث تنفذ جرائمها، وهذه واحدة من الجرائم التي لم يجف دمها، بل ولا يمكن أن يطمس من ذاكرة من عاصرها واكتوى بنارها. تروي التفاصيل التي أدلى بها رب الأسرة المربي التربوي طه حسن فارع أن مجاميع من الميليشيات ووسط إجراءات مشددة وصلت قرية الجيرات في منطقة عبدان مديرية المصراخ، وانتشرت في المكان وباشرت إطلاق النار على رأس نجله أنس البالغ من العمر 18 عاما. حينما كانت الأم في المنزل وعندما سمعت طلقات الرصاص خرجت مسرعة لتجد ابنها غارقا في دم، حاولت احتضانه لكنها تلقت في ذات الوقت رصاصة في الظهر. لا سبب لكل هذه البشاعة إذن إلا الإرهاب الذي تحكم به جماعة الحوثي مناطق تسيطر عليها، فلا تكتفي بحصار المدينة وتوجيه القصف ضد الأحياء المدنية، ها هي تذهب إلى تنفيذ الإعدامات بحق المواطنين كما حدث لأسرة طه التي تعرضت للتنكيل أثناء الإعدام وأثناء محاولة الإسعاف. كان الليل يخيم على القرية ولا أحد يسمع في لحظات الصمت سوى صوت الرصاص يشق أسماع الساكنين، لكن الخوف الأكثر حضوراً منع الجيران من أبناء القرية ومن أبناء القرى المجاورة من إسعاف الضحايا، وهي واحدة من الطرق التي تستخدمها الجماعة الإنقلابية لإرهاب المواطنين وضخ كمية هائلة من العنف لتخضع المواطنين لإرهابها. إذن مشاهدينا نسهل النقاش، وينضم إلينا عمر الحميري محامي من تعز. سيد عمر مساء الخير. مساء النور أخي الكريم، وشكرا لقناة بلقيس على هذه الاستضافة والاهتمام بقضايا الإنسان. أهلا بك سيد عمر، ما تفاصيل، يعني نريد التفاصيل الدقيقة لجريمة الإعدام خارج القانون التي قامت بها الميليشيات في تعز. نعم أخي الكريم، هذه الجريمة التي حدثت بالأمس قامت بها ميليشيات الحوثي وقوى صالح في منطقة عبدان في قرية صبر الموادن، وهي تقع شرقي تعز. هذه المنطقة بالكامل تحت سيطرة الحوثيين وتخضع لسيطرة قواتهم. نعم. الذي حدث أن عدة أطقم عسكرية تتبع الميليشيا قامت ووصلت إلى القرية، ومباشرة توجهت إلى منزل النقابي والأستاذ طه حسين، وقامت بقتل ابنه الذي كان متواجدا أمام باب المنزل بدون أي أسباب برصاصتين. ومباشرة عند وصول والدته من داخل البيت في باب منزلها قتلت أمه برصاصة في الصدر، يعني بجريمة بشعة من غير أسباب هكذا ترويع المواطنين. ومباشرة عند وصول عمه
فباشرته الميليشيا بطلقتين اصابته في القدم ولم يفارق الحياه لحسن الحظ. نعم. هذه الجريمه لم تتوقف عند هذا الحد فقط، انما قامت الميليشيا بمنع ادخالهم لثلاجه في المستشفى وتركتهم في اطراف المسجد بالعراء هكذا من غير ثلاجه موتى، ومنعا للتحفظ على جثثهم ولتحقيق هذا الشان وسبب الجريمه. وقامت ايضا بمنع الاهالي من تشجيع الجنازه الحق الثاني البسيط في وجود جنازه للقتلى، منعتهم حتى من هذا الحق. هذه الجريمه عده جرائم متراكبه مع بعضها اعتبر بمثابه جريمه اباده لاسره كامله من غير ذنب الا انهم مواطنين من داعش. هذه الجريمه تكررت عده مرات، ووثقت منظمة سام لحقوق الحريات 74 حالة إعدام من ثاني مشابهة في هذه الجريمة. لكن سيد عمر، قبل هذا، هذه الجريمة هل يعني أتت كحادث ترويعي قامت به الميليشيا، أم أنه نتيجة لنكاية بموقف لوالد هذا الطفل، أم ماذا؟ هذه المنهجية تستخدمها ميليشيا الحوثي وقوات صالح من بداية الحرب. هذه الطريقة لترويع المواطنين بناء على مواقفهم وبناء على انحيازاتهم المدنية البحتة، لمجرد رأي، لمجرد أسباب تقوم الميليشيا بجرائم قتل مروعة لأسباب مثل هذه، لتمنع المواطنين من التفكير بإبداء رأيهم، من التحرك، من استخدام حقوقهم المدنية. من ذلك هذه الجريمة تعتبر انتقام، نعم، من أسرة شخص يعتبر موالي للقوات الشرعية، ولكنه بالأخير إنسان مدني لا يحمل السلاح، نقابي، أستاذ، معلم. هذه الجريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتعتبر جريمة بشعة وضد الإنسانية. ينبغي الجريمة بشكلها العام لا تبرر مهما كان، ولكن فقط هو كان للاستيضاح، هل أنه حادث عبثي أم أنها يعني كانت حريصة على الانتقام بهذه الطريقة من الخصوم، وهذا أسلوب بشع لا يبرر. العسكرية مباشرة إلى منزل، إلى هذا المنزل، كان بقصد الانتقام وبقصد استهداف منزل هذا الشخص وقتل المدنيين الذي فيه أيا كان، ولذلك لم يفرقوا بين طفل وبين امرأة وبين رجل كبير في السن الذي هو عم الضحايا وأخوه الأستاذ طه. لذلك هذه الجريمة ارتكبت بحق المواطنين بشكل عام، وتعتبر في حق كل مواطن يمني، لأنها استهدفت الإنسان المدني الذي في منزله من غير سبب، لأنه يعني لا يمكن أن ينسب جريمة لهذا الطفل الذي قتل أنس، ولا يمكن أن تنسب جريمة لهذه الزوجة زوجته. وبالتالي هذه الجريمة تشكل اختصار لمشروع الحوثي وقوات صالح وطريقة معاملتهم المهينة واللا إنسانية للمواطنين في مدينة تعز، وهذه الحالة تكررت كثيرا. سيد عمر، أنتم كمحامين في تعز، ما الإجراءات التي قمتم بها من أجل يعني إيقاف مثل هذه الجرائم، أو كمواقف يعني تعمل على الضغط باتجاه أن يتم إيقاف هذه الجرائم بحق أبناء تعز؟ الأدوات المتاحة لوقف مثل هذه الجرائم في هذه المرحلة أدوات مدنية حقوقية بحتة، يقوم المحامون وتقوم منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المهتمة بهذا الجانب برصد العمليات وهذه الجرائم ورصدها وتوثيقها. كمحامين يعني مدينة تعز، هل هناك تحرك في هذا الجانب للتواصل مع المنظمات والجهات؟ أخي الكريم، هذه تعتبر مناطق عسكرية، القرى الآن في مدينة تعز ومحيط مدينة تعز تعتبر مناطق عسكرية بالنسبة للحوثيين، مناطق مغلقة، الدخول إلى هذه القرى القريبة من الجبهات تعتبر مخاطرة للفرق الحقوقية، ولا يمكن السماح لها من جانب الحوثيين. يتم منع أي فرق رصد تقوم بالوصول إلى هذه المناطق، وبالتالي رصد هذه الوثائق يعتبر بحد ذاته مخاطرة ووصول. ولذلك سمعنا عن رقم 74 جريمة قتل ميداني لم يسمع الناس عن كثير منها، ولم تأخذ حقها بالترويج إعلاميا. لذلك هناك تكتيم، هناك منع لفرق الحقوق الفرق الحقوقية من الوصول إلى الضحايا، وهناك أيضا منع للجان اللي هي المحلية لجان التحقيق من الوصول إلى هذه الجرائم والتحقيق فيها. نعم. ولذلك يعني الفرق الحقوقيين والمحامين والمنظمات تقوم بدورها برصد وتوثيق هذه الجرائم ورفع التقارير بها، ولذلك نعتقد أن اللجنة الوطنية تقوم بدورها حاليا بتوثيق هذه الجريمة، اللجنة الوطنية
وأيضا منظمة سام قامت بدورها ورصدت هذه الحالة وافتقتها وأصدرت تقريرا بذلك. نعم، ابقى معي سيد عمر، سأشرك معنا في الحديث سيد توفيق الحميدي مدير منظمة سام للحقوق والحريات، سينضم إلينا من فيينا. سيد توفيق مساء الخير. مساء النور أخي الكريم لك ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك سيد توفيق. إذن نددت منظمة سام في بيانها بإعدام طفل وأمه بشكل علني في منطقة الجيرات في تعز، وقال البيان أنها تهدف لترويع المدنيين المخالفين للميليشيا، في أي سياق تصنف هذه الجريمة محليا ودوليا؟ أخي الكريم، ما دعني أتقدم بواجب العزاء لأسرة أو للأخ طه ولجميع أفراد أسرته بهذه الجريمة الشنيعة في حقيقة الأمر. نحن في بياننا كنا واضحين بأن هذه الجريمة تأتي في سياق سياسي وفكري لترويع المدنيين المخالفين لهذه الجماعات سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الفكري. منظمة سام أصدرت بيان ربما كان بيانا تفصيليا مختصرا، مع أننا نمتلك معلومات أكثر من خلال التوثيق لم يتضمنه هذا البيان، وخاصة المتعلق بترويع البنات الأطفال الذين كانوا في البيت والذين شاهدوا مقتل أخاهم أنس إضافة إلى أمهم. لكن الذي نريد أن نؤكده على أن هذه الجريمة تأتي في سياق عدد من الجرائم تم توثيقها من قبل منظمتنا، وأصدرنا فيها تقرير بعنوان قتل متوحش كان نصيبا للإعدامات الميدانية بحسب البيان ما يقارب 74 حالة، ربما كان أشهرها قضية تصفية التاجر الشميري في الحديدة، إضافة إلى تصفية بشير شحرة في إب، إضافة إلى تصفية الصباري في محافظة صنعاء، وإضافة إلى أن هنالك هذه بالنسبة كإعدامات ميدانية، إضافة إلى إعدامات خارج القانون، وهذه تتم من خلال الاختطاف والتعذيب للسجناء أو للمعتقلين وحتى الموت. طبعا هذه الجريمة محرمة بموجب القانون المحلي اليمني وبموجب القانون الدولي، خاصة القرار 4463 المتعلق بالإعدامات التعسفية والمبادئ المنع والتقصي للإعدامات خارج القانون، والذي دعت الحكومات إلى تجريم هذه الأفعال والحكم عليها بأشد العقوبات وفتح تحقيق شامل وكامل في هذا الأمر. فالجريمة تأتي هي في سياق محلي وفي سياق دولي كجريمة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة والعقوبة لكل مرتكبيها، ونحن في حقيقة في هذا البيان وضعنا الجريمة في سياقها المحلي وفي سياقها الدولي وحاولنا أن نربط بينها، ونحن حقيقة لن نكتفي بإصدار بيان وكفى، نحن لدينا مراحل أخرى لاحقة سوف نفصح عنها، سنذهب بهؤلاء إلى أبعد من ذلك بإذن الله. نعم سيد توفيق، يعني فظاعة جريمة بهذا الحجم كيف يتعاطى معها الجهات الدولية، يعني خصوصا أننا يعني نرى مواقفها فيما يدين الحكومة والتحالف العربي، بينما جرائم بهذه الفداحة لا نرى مواقف يعني مشرفة بالقدر الممكن. طبعا المجتمع الدولي امامنا نوعين من المجتمع الدولي، هنالك صنف لا تصل له المعلومه كامله، انا حقيقه لا يعرفون المعلومات كامله، وبعض المنظمات عندما بدات تصل اليها معلومات وبيانات واضحه بدات تتعاطى مع الشان اليمني بايجابيه وهذا امر ممتاز، هنالك بعض المنظمات الدوليه للاسف الشديد لديها موقف متعلق بالدول الإقليمية، وبالتالي تأثر هذا الملف بصورة أو بأخرى بسبب المواقف السياسية والمواقف المسبقة مع هذه الدول، لكن نحن لا نيأس، أدعو كافة المنظمات الناشطين كل من لهم خطوط تواصل مع المنظمات الدولية أن يقوموا بضخ هذه المعلومات بتقديم أرقام أهالي الضحايا لهؤلاء المنظمات
للتواصل معهم بصورة مباشرة، وهم سيسمعون وسيطلعون، وأعتقد بأننا بهذه الطريقة يمكن أن نشكل رأي باغت ضد هؤلاء، أي ضد هؤلاء المنتهكين سواء على المستوى القريب أو على المستوى البعيد. نعم، أستسمحك بالبقاء معي سيد توفيق، أعود لضيفي الآخر المحامي عمر الحميري. سيد عمر، ما هي العوامل التي بتقديركم تجعل الميليشيا الانقلابية تستمر في ارتكاب مثل هذه الجرائم؟ أخي الكريم، ما هناك مقولة أو حكمة تقول من أمن العقوبة أساء الأدب. نعم. وبالتالي فالحوثيون أمنوا العقوبة وأمنوا أن هناك إجراءات مطولة من جانب المجتمع الدولي، هناك مطالبات بتشكيل لجان تقصي حقائق دولية، وهناك تطويل في هذه الإجراءات، وبالتالي يشعرون بالأمان تجاه هذه الإجراءات بأنها لن تطالهم يد العدالة. وبالتالي نحن نعول كثيرا على اللجنة الوطنية وعلى المنظمات الحقوقية العاملة في الميدان، اللجان المحلية، لأنها تمتلك الحق الكامل في توثيق هذه الجرائم وأيضا رفعها إلى الجهات الدولية الحقوقية والمحاكم، محكمة العدل واللجان الخاصة بهذه المحاكمات، وأيضا أمام القضاء المحلي اليمني الذي يحق له نظر هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم. وبالتالي نحن نقول أن من حق اللجنة الوطنية والمنظمات المحلية أن تقوم بواجبها ولا تلتفت كثيرا إلى المهاترات التي تقوم بها بعض الجهات الدولية التي تعتمد الملف الحقوقي كأداة لمفاوضات سياسية وتستخدم الدم اليمني لتحقيق أهداف سياسية. نحن نقول أن الدم لا يسقط بالتقادم وهذه الجرائم لن تسقط بالتقادم. نعم. ونعول على القضاء المحلي أولا، ونهيد بهذه المنظمات أن تقوم بدورها لتوثيق هذه الجرائم ورصدها للمحاكمات أمام القضاء المحلي. ما لم فهناك أدوات أخرى للمقاضاة المنتهكين لهذه الجرائم أمام القضاء الدولي. نعم، أشكرك جزيلا سيد عمر الحميري المحامي، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي توفيق الحميدي مدير منظمة سام للحقوق والحريات. سيد توفيق، ما هي الآليات والإجراءات التي يمكن أن تعمل بفعالية على فضح وإيقاف مثل هذه الجرائم؟ هنالك عدة آليات. أولا، يعني يتم الرصد لهذه الانتهاكات بدون أي تحيز سياسي وبلغة مهنية حقوقية كاملة، وهذا أمر في غاية الأهمية. الكثير بسبب بشاعة الموقف وهول الجريمة قد يندفع إلى اتخاذ مواقف، نعم قد تكون حقوقية لكن بلغة فيها نوع من التحيز يقرأها المجتمع الدولي إلى غير ذلك. وبالتالي يجب أن نحافظ في مثل هذه الجرائم ألا تضيع مثل هذه الجرائم بسبب اندفاع معين أو تحيز معين. نحن نرصد الجريمة بصورة مهنية وفقا للشروط على أعلى درجات المعيارية، بمعنى أننا نحاول أن نستخرج كافة الوثائق القانونية المتعلقة بالوفاء إلى غير ذلك. يتم التوثيق القانوني السليم من خلال الشهود، أقوال الضحايا، تصوير الواقعة إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك تجهيز مثل هذه الملفات ترجمتها بعدة لغات، التواصل مع المجتمع الدولي، إضافة إلى أننا يجب أن لا نغفل أن نذهب كآلية ثانية، ننتقل لمرحلة ثانية إلى أننا نقدم شكاوى أمام المقررين الخواص في التابعين لمجلس حقوق الإنسان بهذه الجرائم بكافة الأدلة، ونسجلها تسجيلا كاملا عند هذه المنظمة. ثم بعد ذلك يجب أن نتحرك على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي بعد تحديد المجرمين بصورة دقيقة ومحددة، سواء أمام القضاء الدولي الذي بالصبغة، عفوا القضاء الوطني بالصبغة الدولية في أوروبا، أو القضاء الدولي المتعلق بمحكمة الجنايات الدولية إلى غير ذلك، أو كافة الأشخاص والمنظمات واللجان المختصة باليمن، سواء كان لجنة العقوبات، سواء كانت اللجنة التي ستنشأ الآن بجانب اللجنة الوطنية أو إضافة اللجنة الوطنية. كل هذه الآليات يجب أن نضغط عليها بصورة أو بأخرى، ونقدم لها كافة المعلومات ونسهل لها من أجل أن تصل إلى الحقيقة، لأنه في حقيقة الأمر هنالك تضليل وتضليل كبير ضد، يعني في الملف اليمني للأسف الشديد دخل في نفق سياسي
تتجاذبه الدول الإقليمية والمحلية والدولية، وأصبح للأسف الشديد الضحية بالدرجة الأولى هم اليمن. نعم سيد توفيق، في هذه النقطة أيضا يعني أنت تحدثت منذ قليل أنه هناك شقين في المجتمع الدولي، هناك شق يمضي وراء أو يعني يطرح اعتبار للحسابات الإقليمية، يعني هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بالنسبة لهذا الشق والتي تعتبر من خارج اهتمام هذه المنظمات، هل يعتبر السبب الوحيد هي حسابات إقليمية فقط أم أن هناك أسباب أخرى كالتضليل وغيره؟ طبعا نحن يجب أن نعترف بأن المعركة الحقوقية هي إحدى المعارك الكبرى التي تدار سياق القضية اليمنية، هنالك معركة سياسية، هنالك معركة عسكرية، هنالك المعركة الحقوقية. نعم. المعركة الحقوقية لها أيضا جنودها، لها أدواتها، لها استراتيجيتها. لا ننسى أن الطرف الآخر أيضا يشتغل أنا أعتقد باستراتيجية أعلى، ولديه جرأة في حقيقة من خلال ما اطلعنا على بعض المعلومات أن لديه جرأة أن يصل إلى أماكن لم نصل نحن إليه ولم تصل إليه الطرف الآخر، وبالتالي الطرف الآخر أنا أعتقد أن هنالك كمية من المعلومات يتم ضخها بصورة أو بأخرى. العالم الغربي يعرف لغة الألقاب ويعرف اللغة الإنسانية، يجب أن تتحول هذه الجرائم التي ترتكب اليوم إلى رقم حقيقي يجب أن نقرأه قراءة جيدة وما يترتب عليه، إضافة إلى الآخر تحول إلى قصة إنسانية بعدة لغات تخاطب عليه. يجب الدول الكبرى أنا أعتقد خاصة المهتمة بالشأن اليمني أن يصل إليها بصورة مستمرة وبصورة منتظمة تقارير عن حجم الانتهاكات التي ترتكب في حق اليمن. أيضا المقررين الخواص أنا أعتقد يجب أن لا يكون العمل الحقوقي عملا موسميا يتعلق بمجلس حقوق الإنسان أو في حين يتم إثارة موضوع تشكيل لجنة تحقيق دولية من عدمها. الملف الحقوقي يجب أن يبقى ملفا مستمرا طوال هذه المعركة إلى أن يحسمها الأمر، وبالتالي أنا أعتقد أن هنالك قصور نعم، لكن أيضا هنالك عدم وضوح من المجتمع الدولي، والبعض الآخر وقع حقيقة في شراك الطرف الآخر من خلال تقديم معلومات كما قلت مضللة غير حقيقية إلى غير ذلك، إضافة إلى أن يجب أن نعترف لأنه الأخطاء التي ترتكب أيضا في ضحايا الطيران أيضا أثرت بصورة أو بأخرى على هذا الملف. نعم سيد توفيق، أيضا منظمة سام طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإدراج جرائم الإعدام خارج القانون التي تقوم بها الميليشيا الإنقلابية بين حين وآخر، يعني طالبت بإدراجها ضمن جرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة الدولية، برأيك هل سيكون هناك استجابة وأيضا لماذا كل هذا الصمت؟ تقصد إدراج الميليشيات؟ طلبكم في خلال البيان إنه إدراج جرائم يعني القتل التي تتم بطريقة إعدام خارج القانون، يعني أن يتم إدراجها ضمن جرائم الحرب يعني التي تستوجب الملاحقة الدولية، هل سيتم الاستجابة لهذا المطلب برأيكم ولماذا هذا الصمت من قبل المجتمع الدولي؟ نحن اعتمدنا في هذا على اتفاقية روما والقرارات والمنظمات والمعاهدة الدولية التي تنظم مثل هذا الأمر. طبعا قضايا الذهاب إلى محاكمة مثل هؤلاء الأشخاص تحتاج إلى جهد سياسي وجهد حقوقي، طبعا الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية يتطلب المرور عبر مجموعة من المراحل، الذهاب إلى مجلس الأمن، قبول مجلس الأمن حالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، إلى هنالك الكل يعرف عراقيل متعلقة بالفيتو إلى غير ذلك. إلى اليوم الجميع يعلم بأن ملف الانتهاكات في سوريا لم يذهب أيضا إلى محكمة الجنايات الدولية بسبب المكايدة السياسية. لكن المطالبة نحن نطالب لأن هذا حق منصوص عليه في الاتفاقيات والمعاهدات وكافة المواثيق الدولية على أنها جرائم حرب، وبالتالي الآن نحن نرمي الملف في أو الكرة كما يقال في ملعب الحكومة اليمنية، عليها أن تلتقط هذه الإشارة وهذه الانتهاكات وتتحرك تحرك جاد ومسؤول مع كافة الدول التي تقف معها من أجل الضغط على المجتمع الدولي لمساءلة مثل هؤلاء الأشخاص. يجب أن تعد قائمة سوداء
بكافة المنتهكين للانتهاكات داخل اليمن، المسؤولين عن جرائم القتل، المسؤولين عن جرائم التعذيب، المسؤولين عن كافة هذه الجرائم. وبالتالي الآن أصبح الملف ملفا سياسيا بامتياز، لأنه الإحالة إلى محكمة الجنايات هي إحالة سياسية. قد يكون هنالك جهد فردي أو مجتمعي للذهاب إلى محكمة الجنايات، لكن أعتقد أن مراحله طويلة بسبب الجهود الكبيرة التي قد تتكلف في هذا الأمر. نعم سيد توفيق، هنا سؤال أخير فقط. كنت ذكرت لي في بداية الحلقة أنه يعني هناك رصد من قبلكم للكثير من الجرائم المشابهة لهذه الجريمة، وهي التي استهدفت شحرة وأيضا استهدفت الشميري في الحديدة. هل تم من خلال رصدكم استيعاب جميع هذه الجرائم المرتكبة من قبل الميليشيات، أم أن هناك جرائم يبدو أنها لم تعرف حتى اللحظة أو لم يتم التوصل لها؟ لا، نحن رصدنا بعض الانتهاكات كما جاء في تقريرنا ما يقارب 74، هذا إلى نهاية عام 2016. هنالك انتهاكات جديدة عام 2017. هذه الفترة من 2014 إلى 2016 فقط أستاذ؟ لا، 16 وجزء من 2015 الذي صدر في تقرير القتل المتوحش، لكن أعتقد أن الجرائم أكبر. نحن بدأنا نتحرك كمرحلة ثانية، قدمنا 3 قضايا أمام المقرر الخاص في جنيف بالتشارك مع منظمة الكرامة في قضية الإبي والصباري، إضافة إلى قضية ثالثة إلى الباحث الأكاديمي الزوعري، ورفعنا الملفات وسلمناها مدعمة بالوثائق إلى المقررين الخواص. ونحن الآن بصدد إعداد دفعة ثانية، ننتظر توكيلات من الأهالي وتفويضات بصورة مباشرة من أجل رفعها أيضا كدفعة ثانية. نحن سنتحرك في حدود المتاح، ومع أننا نجد عوائق، أهم هذه العوائق هو خوف الأهالي. كثير من الأهالي هنالك خوف شديد على أن يتواصلوا مع المنظمات، إضافة إلى أن هنالك قصور شديد للأسف الشديد في توثيق بعض الجرائم أو بعض الانتهاكات. يعني بمعنى أنه كثير للأسف الشديد، خاصة الصحفيين بالذات، عندما يجد القضية مباشرة ينشرها وهي ناقصة الأدلة والتوثيق. نعم. وبعد ذلك يجد الأهالي أن القضية أصبحت باهرة، وبالتالي تبدأ تمارس عليهم ضغوط دون القدرة على استيفاء الملف بصورة كاملة. ولذلك أنا أدعو إلى أن الملفات الحقوقية إما أن يكون هنالك متخصصين في توثيقها كصحفيين، أو تترك حتى تستكمل كافة جوانبها المهنية، يصدر بها بيان ثم يتناول هذا البيان على نطاق واسع، لأن هنالك حقيقة التوثيق له معايير. ونجد صعوبة أحيانا بأن الأهالي لا يريدون حتى أن يتحدثوا بسبب الضغط أو الخوف الذي يواجهه، وبهذا يكون ما قد ظهر هو سوى القليل يعني من الجرائم التي ترتكب والتي تعود لأسباب كثيرة. هناك تخوف من بعض الأهالي و يعني عدم ظهور هذه القضايا بشكل للناس والمنظمات والمجتمع الدولي. إذن سيد توفيق أشكرك، هنا مدير منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا. ومشاهدينا في ختام الحلقة أيضا أشكر ضيفي عمر الحميري المحامي، كان معنا من محافظة تعز. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميلة شروق القاسمي، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.